البيدوري شيخ الإسلام صاحب تحفة المريد على جوهرة التوحيد وشارح البردة احنا. انما اللي انت بتقول مين هو هذا؟ هو ابو حريبه اللي انت بتقول عليه. هو شنو مؤلفاته؟ مؤلفاته هو فقيه ملكي وبقول لك من تلامذته شيخ الاسلام البيجوري. لا كتبه ماش فاكر، شوف على النت. ثانية الراجل احد علماء النفس الغربيين، مره جاء بنت جازلون، البنت دي كل ما تشوف الميه يغمى عليه، فقعد معه وقال لها بنتي انت قولي لي قصة حياتك ايه وايه وايه. اتضح انها في يوم من الايام بتعدي جنه غرقت فيها، كادت حتموت فوبيا، عملوا لها الاسعافات الاوليه لحد ما صار عندها عقده منين؟ من رؤيه المي. فلما قال لها شوفي ده السبب خلاص. مولانا لا تدخلنا بعلم النفس، احنا علم الروحانيات. بسألك هو سيد الحريبي شنو كراماته كانت؟ هم كانوا ينسبوا له انه هو يقيد الافاعي والتعابين والكلام. الله اكبر. يعزم عليهم؟ وكان يعني من اولي الكرامات مع الضعفاء والمساكين. وين بدك اهليه؟ لا هو موجود في طيب ما في الدرب الاحمر؟ غربلين. انت تؤمن بالكرامات؟ لما سؤال يعني ربنا نص عليه. عندنا في مصر يقول لك اللي بيصرفوا التعابين والبتاع ده رفاعيه. ايه صح، ايه ايه عيال عمنا والله شفناه ليهم ارتباط فيها. ايه ردوا علي يا صعيده، الرفاعيه عيال عمنا اللي يعزموا على التعابين فيها بدعه. بترد الله ابو حجاز يقول فيها انا بقول لك دي بجوار هي مش كرامه يعني حاجه لا كرامة كبيره يعني لا كرامه اي والله جدع كرامه مش اي حد يا اخي اكمل كلامي يا اخي ما تبقاش تكلم الافعى وتجيب الافعى مش لو مش كرامه ما تقدرش تكلم الافعى وتقول لها تعالي وتعيط وتنام قدامك وتمسكها وتحطها بال دي كرامه من عندنا. دي حد عملها دي؟ ها؟ حد عملها؟ عندنا على طول بيجيبها وتطلع عليها وتنزل وتسيق وتجيبها ويتلفاها حتى بالكيس. العالم طلعها كذا مره من عندنا. مسيره شو مخيره؟ عارفين اساليب التعامل معاها. لا ليش ما تؤمن بالروحانيه؟ مدرك في قصر لا نوع من العز عنده. قصر تبع سيدنا يوجه بالشكل. يقول لك قسم سيدي نور الدين الرفاعي. والله الراجل مر في الشارع وقال عندكم تعبة، قلنا له طيب هاتوا، قال هاتوا 50 سعر. كنا يمها في الخمسينيات ولا الستينيات. لا في ناس والله نادى عليه جنازل له من السقف جمسكه وحطه بجيبه وخد ال 50 سعر. هو رجع قدام عيونه قدام عيونه قدامه في البيت عندكم في البلد. بقول لك قدام عيني عندي. هو رجع للمكان اللي طلع عندكم في البلد؟ أيوه. عندنا في البلد انا لما يجي المولد بص بالعصايه احنا عندنا خلاص. اسمع يا علي الدكتور اتكلم. عندنا المولد بالعيله من الهياتم ومهدي لا الهياتم في بلد في اسمها ده في الغربيه. ايوه محلي لا ايه ممكن المحل ممكن ايوه البلد دي اللي هي الهياتم منهم علماء كبار الشتاء وفي السابع وغيره كان في المدينه المنوره يدرس النحو والصرف وعضو مجمع الدروس الاسلاميه له كتاب دروس ونفوس وكتاب هكذا نصوم. المهم الناس دول واحد من عندهم مدفون عندنا فكانوا يجوا كل سنه في المولد بتاعه. الراجل كان يعدي السن من صدره دي لصدره دي ومن ويقف يقول القسم بتاعه. اسمعوا يا شباب وكان يجيب الناس يعلمهم ازاي يمسكوا التعابين ويحط التعبان حنك والتعبان كده على ودن التعبان. ابو مجدي ويقرأ اسمه يحويك 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 لا يحويك من التعبان لو حواك التعبان ما عضبش. فكانوا يطلعوا برا البلد ويكسبوها. الحين انت ابوك قدس الله سره الصبح الشوامر مو كان موس الكباس الولد اللي ياكل التراب والبقره اللي تضيع مو كان يقرا عليها؟ يقولون هاي بدعه بعضهم. شنو بدعه؟ الشباب. في
كل سنه وهاي الموز موز العظم موز الكمبات اللي بتذكر ايوه في ناس بقروا في عندهم قالوا بقروها بيعرفوها على شنو البهيمه بس تجي منو البهيمه واحد يكلمك البهيمه اللي اقرا طلع على محمد جبنا الكهرباء احنا من 75 قبل ال 75 ها من اخذت الشتويه صرت تطير الساعه 7 المساء لسه الساعه 5 المساء يا زلمه شلون الليل مثل الملابس طبعا اللي عنده خروف عنده بقره عنده صفرة عنده معده ما عاد يصيد ما عاد يشوفها اي صح خلاص ما في كهرباء صح شو يجي يقرا عليها لا ياكل الذيب ولا حد يسرقها اي حصنها يعني اي حصنها سبحان الله والتراب شنو اللي ياكل التراب؟ الطفل الصغير بيحبي في كثير بياكل التراب اي شيء قدامه بياكله يقرا عليه شو علاجه ما ياكل تؤمن بهالكرامات سيد الحجازي؟ في تفكير خرافي وتفكير علمي مثلا الجماعه الاسماعيليه لما بيقولوا اخفي ذهبك وذهابك ومذهبك كويس ولا تتكلم في بيت فيه سراج ولا تزرع في ارض سبخ خمس مبادئ دول الغربيين عملوا ايه؟ اخفي ذهبك انشئ البنوك الله وذهابك طريقة التليفون هل انت بتمشى على وصفة التليفون صح ولا لا وما ذهابك معتقدك حط لك في التلفزيون ألف قناة أي قناة انت حددت تبدل الهواية بتاعتك صح ولا لا عارف عنك كل شيء وبدون هو ما يسألك ولا غيره لا تتكلم في بيت فيه سراج يعني قدام العلماء يقوموا يكشفوك هم عندهم كده ولا تزرع في ارض سبخه ما دام كلامك مش هيجيب فايده فهم ينكشوك ويعرفوا انت ضدك ايه والكلام ده تؤمن يا ابو مجدي بهاي اخفي دينك ودينارك ومذهبك وسفرك انت لما تسافر تبلغ حدا طبعا انت صوفي حقيقي